الجهات الأخرى عملت البروبرونالول والميتوبرولول على شكل سوستناير ريليز طويلة الإطلاق. ليش طويلة الإطلاق؟ لأنه حقهم الفعالية هذه كلهن من 3 إلى 10 ساعات الهاف لايف حقهم كلهم ما عدا. بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ بالبيتا بلوكرز. شوف البيتا بلوكرز هذه يشتري منك تركيز عظيم. البيتا بلوكرز يا شباب تستخدم في معظم الأمراض الذي تصيب الكارديوفاسكولر. لو قلنا الضغط فيها بيتا بلوكرز، لو قلنا اسكيميك هارت ديزيز اللي هي الأنجينا والإم آي فيها بيتا بلوكرز، لو قلت فشل القلب فيها بيتا بلوكرز، لو قلت الريثميا فيها بيتا بلوكرز. فبالتالي أربع الأمراض اللي حناخذهم على مدى المحاضرات القادمة الأربع حنذكر فيها البيتا بلوكرز، فيجب أنك تركز في هذا الموضوع تماما. البيتا بلوكرز مهمة جدا وهي في غير الكارديوفاسكولار سيستم كما سنرى الآن، تستخدم في أشياء أخرى خارج الكارديوفاسكولار سيستم. قبل أن تذاكر المستقبل أين يوجد وما هو عمله، احنا ذكرنا البيتا 1، ذكرنا بيتا 2، ذكرنا بيتا 3 صح، وعرفنا أين توجد كل واحدة. أهمها كانت بيتا 1 في القلب والكدني، البيتا 2 في 5 أماكن رئيسية وهي التي تساعدك على المواجهة أو الهروب زي ما اتفقنا صح، في 5 الأماكن. لما تجي تغلقهن حتعكس كل التأثيرات اللي تكلمنا عليها، فيجب أنك ما تبدأش هذه المذاكرة إلا إذا عرفت الديستريبيوشن حق البيتا وما هو عملها. طيب نفس ما قسمنا ألفا حنقسم بيتا، تنقسم إلى نان سيلكتف تغلق بيتا 1 وتغلق بيتا 2 مع بعض. طبعا بيتا 3 ما لهاش تطبيقات خالص، الدواء الذي موجود عندك في الجدول هو دواء واحد كان يعمل بيتا 3 أجونيست. بيتا 3 إيش؟ أجونيست، اللي هو الميرابيجرون، سمى ميرابيجرون. هذا الميرابيجرون أجونيست على بيتا 3 وبالتالي يعمل ريلاكسيشن للمثانة، نستخدمه في حالة الأوفر أكتف بلادر. هذه الحاجة الوحيدة التي لها تطبيقات على بيتا 3، عشان كذا ما فيش معنا بلوكرز على بيتا 3. كل شغلنا حيكون على بيتا 1 بيتا إيش؟ بيتا 2. يا نغلق بيتا 1 ونسميها سيلكتف، يا نغلق بيتا 1 بيتا 2 مع بعض ونسميها إيش؟ نان سيلكتف. واضح؟ الميكانيزم اوف اكشن نفس الميكانيزم السابق تكلمنا عليه، ولكن ايش؟ انهيبيشن. نجي للتقسيم، والتقسيم يشتري منك تركيز. شوف لا يتلخبطكش كثر المربعات، هم 2 تقسيمات رئيسية، هم ايش؟ 2 تقسيمات رأسة، فبالتالي لا يلخبطك هذا، بس كذا شوية توضيح فقط. هم 2 نان سيلكتيف وسيلكتيف. واضح؟ اذا في ادوية بتغلق بيتا نان سيلكتيف يعني بيتا 1 بيتا 2، والقسم الثاني الذي يغلق ايش؟ بس بعض المراجع بتقسمه فيرست جينيريشن وسكند جينيريشن والثيرد جينيريشن. الفيرست جينيريشن هو نان سيلكتيف، السكند جينيريشن هو ايش؟ سيلكتيف على بيتا 1 فقط. هذا الموضوع يعني لا يلخبطك، هي 2. القسم الثالث جابوا ثيرد جينيريشن لانه هذه الادويه لها خاصيه الفا بلوكينج اكتيفيتي او نسميها فازودايليتيشن. مش قلنا البيتا هي ما فيش في الأوعية الدموية الرئيسية في الفينيس والأرتيري تعمل فازودايليتيشن، هي فقط في الأوعية الدموية حق الايش؟ حق العضلات. طيب في بعض البيتا بلوكرز، الأدوية التي تغلق بيتا بلوكرز إضافة إلى أن تغلق البيتا بلوكرز تعمل فازودايليتيشن اكتيفيتي، عشان كذا أخذنا الأدوية التي تعمل فازودايليتيشن اكتيفيتي وجنبناها هنا وقلنا ثيرد جينيريشن فازودايليتورز. لكن في الحقيقة أنت تقدر تشيل هذه الأدوية مش هنا سيلكتيف، تقدر تشيلها وتحطها هنا نان سيلكتيف، وتقدر تشيل هذا السيلكتيف اللي هما ميتاكسولول والنابي فيلول وتحطها هنا، تمام نان سيلكتيف. بس في الإضافة الثلاثة هذوم حتعمل عليهم كذا قوس، إذا أضفتهم 1 2 3 هذين جبتهم هنا وتعمل فازودايليتيشن أكتيفيتي، وتضيف هذين كالثنتين هنا وتعمل كذا وتكتب عليهم فازودايليتيشن أكتيفيتي. واضح؟ وحيصير معك تقسيم نان سيلكتيف وسيلكتيف، لكن من باب المعرفة بكل التقسيمات التي توجد في المراجع، في فيرست جينيريشن نان سيلكتيف، في سكند جينيريشن سيلكتيف، في نان سيلكتيف وسيلكتيف مع خاصية الفازودايليتيشن. واضح كده؟ طيب الآن الأدوية اللي هي فيرست جينيريشن والذي هي نان سيلكتيف، في معك أدوية نادولول، أوكسيبرينولول، بندولول، بروبرونالول، سوتولول، وفي واحد تايمولول.
كلهم لول 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 تمام ما اختلفناش. طيب تعال شوف السلكتيف اسيبيوتيلول اتينيلول بيسوبرولول اسمولول اسمولول حلو عشان تسهل لك الحفظ ميتوبرولول. اما الادويه الذي نان سلكتيف ولها خاصيه الفازودايليتوري او فازودايليتيشن اللي هي كارتيلول كارفيديلول ولابيتيلول. اشهرهم كارفيديلول ولابيتيلول هذه تستخدم كثير جدا خاصه في الهارت فيلر. اللي بعده البيتا 1 الذي هي سلكتيف ولها خاصيه الفازودايليتيشن بيتوكسولول والنابيلول. واضح؟ طيب انا لو سالتك سؤال ممكن اقول لك كلاسيفاي قسمها، واذا قلت لك اكزامبلز انت حتذكر لي اثنين من كل واحد. السؤال الثاني الذي بيجي لك على شكل ام سي كيو بقول لك واحد من الادويه التاليه يعتبر سلكتيف على بيتا 1. ايوه عشان كذا انا جايب لك هنا تريكس، جايب لك تريكس تساعدك في الموضوع هذا. والله ان كان الحرف الاول من الدواء من الحرف الـ A لحرف الـ N فهو يعتبر سلكتيف بيتا 1، لكن هذا عشان تساعدك كذا مع الموضوع ماشي. اي دواء بدايته من حرف الـ A للحرف الـ N على طول سلكتيف، واي واحد من الـ O الى الـ Z نان سلكتيف. معك 10% حتخرج عن هذه القاعده فهي تعتبر اكسبشن، لكن القاعده العامه 90% تحت القاعده هذه. انت الذي هو شاذ عن القاعده خذه وخليه في بالك، بس هم واحد اثنين الموجودين بكثره يعني. طيب هذه واضحة؟ التقسيم واضح؟ طيب خلونا ناخذ شوية فارماكوكينيتكس، معلومات عنهم في الفارماكوكينيتكس. شوف معك أبوهم البروبرونالول، وأشهرهم وأكثر استخداما البروبرونالول. يا شباب هذا حق الفريسماس ميتابوليزم عالي جدا، عشان كذا البايو أفيبيتي حقه منخفض. ايش الحل؟ يقول لك انكريز ذا دوز انكريز ذا بايو افابيليتي. اذا زودت الدوز بيزيد عندك البايو افابيليتي. ليش يزيد البايو افابيليتي؟ لانه مع مرور الوقت تتشبع الانزيمات والميتابوليزم ميكانيزم، فبالتالي كل ما زادت الجرعه خلاص ما عاد يقدرش يعمل فريسباز ميتابوليزم، يمشي الدواء داخل الجسم بدون فريسباز ميتابوليزم. في بعض الشركات الاخرى عملت البروبرونالول والميتوبرولول على شكل سوستنايد ريليز طويلة الإطلاق. ليش طويلة الإطلاق؟ لأنه حقهم الفعالية هذه كلهن من 3 إلى 10 ساعات الهاف لايف حقهم كلهم، ما عدا واحد فقط 24 ساعة اللي هو النادولول حبة في اليوم. هم كلهم حبة في اليوم طبعا الإفكت، ما عدا البروبرونالول وبعضهم ممكن تستخدمه مرتين في اليوم مضطرا. ليش حقهم الهاف لايف نازل؟ لأنهم هايلي ليبيد سوليوبل، عالية الذوبان في الدهون، وانت عارف هذا اللي عالي الذوبان في الدهون في الجسم واصل ينتشر وين ما راح ينتشر وين ما راح ينتشر. لا مش القصة هذه، القصة انه للليفر يروح وانتشر في الليفر، وانت عارف الليفر ما فيش عنده مزح، الليفر ما فيش عنده جيت عندي وعد معك عمل، لا الليفر على طول ميتابوليزم، فبالتالي يزود الميتابوليزم حقهم بكثرة. تمام كذا؟ لما يزيد حقهم الميتابوليزم بكثرة يقلل عندهم الهاف لايف اللي هي فترة، فبالتالي تحصل بعض الأدوية يجب انك تستخدمه مرتين في اليوم من البيتا بلوكرز. طيب زيد كمان سلكتيفيتي حقهم مختلفة، بقول لك سلكتف على بيتا 1 بس ما تحصلش سلكتف 100%، لا بتحصله 90 95% وبعضهم نسميه دوز ريليتد. السلكتيفيتي حقه دوز ريليتد، فلو في دوز قليلة سلكتف، لو زادت الدوز يروح يلطشش البيتا 2 اللي هو نان سلكتيف، فبالتالي يغلق لك الثنتين بيتا 1 بيتا 2. عشان كذا لو زادت الجرعه في بعض الادويه بيسبب لك برونكو كونستريكشن، ولو كان معك مريض ازمه بيعمل لك ايش؟ مشكله. واضح؟ اكثر واحد حقه السلكتيفيتي واضحه جدا النابيفيلول، هذا اكثر واحد سترونج سلكتيف على بيتا 1. الفارماكولوجيكال اكشن، انا دائما اقول للطلاب ما فيش داعي اقول لك ايش الفارماكولوجيكال اكشن. هل في داعي اشرحها لك؟ لا ما فيش داعي خالص، لانه انت اصلا من خلال استيعابك للمستقبل واين يوجد تقدر تعدهن. تبدا من بيتا 1 كذا بتقول انكريز هارت ريت على طول، وانكريز هارت ريت انت عارف ايش حيحصل، حيرتفع ضغط الدم في الاخير، بس بيتا 1 كان عملها انكريز في الهارت ريت. طيب انت حتغلقها ايش حيصير؟ يصير ديكريز في الهارت ريت وديكريز في الهايبرتنشن. بيتا 1 كانت انكريز في الرنين، انت حتغلقها ايش حيصير؟
ديكريز في الرنين. ولما تعمل ديكريز في الرنين ديكريز في الراس اللي هو رنين انجيوتنسين الدسترون سيستم الذي يأثر على ضغط الدم. ولما يقل الراس حيقل عندك ليش الهايبرتنشن في الأخير. هذا الفارماكولوجيكال اكشن. طيب لما تروح على بيتا 2، بيتا 2 مع 5 اماكن وانت عدد فالعين ايش حتعمل؟ ديكريز للاكويس هيومر اللي وسائل العين، وبالتالي حيقل عندك ضغط العين اللي هو ديكريز انترا اوكيولر بريشر. طيب البيتا 2 لما تغلقها في الليفر ايش تعمل؟ تعمل هايبوغاليسيميا، صح ولا لا؟ لانه كان عندي تحول لي الجليكوجين لايش؟ لجلوكوز. فبالتالي انت حتغلق البيتا 2، اذا مش حتحول عندك الجليكوجين لجلوكوز، اذا حيصير عندك هايبوغاليسيميا. ايضا بيتا 2 الموجوده في الاوعيه الدمويه الموجوده في العضلات تعمل تريمر، رعشه، لان تسحب البوتاسيوم توديه فين؟ في العضلات، فبالتالي يحدث تريمر. وبتمشي بهذا الشكل من خلال معرفتك بوجود المستقبل اين يوجد وما هو عمله، وتقدر تعدد الفارماكولوجيكال اكشن كامله. ومن ضمن الفارماكولوجيكال اكشن انا قلت لك انه ممكن تعتمده يوزز وممكن تعتمده سايد افكت. فاليوزز هنا بتعالج الهايبرتنشن، والسايد افكت انه مثلا هايبوغاليسيميا. فبالتالي الان من خلال معرفتك اين يوجد المستقبل اعطيت الاستخدام الطبي وجبت كمان الاعراض ليش الجانبيه. فدائما انا اقول لطلابي ما فيش داعي ان انا اقرا لك الفارماكولوجيكال اكشن او اشرح لك هي، لان هي اصلا مشروحه سابقا. بس تركز، ما تروحش تقول لي انكريز في الهارت ريت على اساس انه معرفتك كانت في البيتا ان تعمل انكريز في الهارت ريت. الموضوع هنا اغلاق، فبالتالي تنتبه في الموضوع هذا. طيب نجي للمهم اللي هو الاستخدامات الطبيه لهذه الادويه. الان ضروري نفصل كل واحده كيف تعمل معالجه للمرض. نبدا باول حاجه الهايبرتنشن. وانا ممكن اسالك واقول لك البيتا بلوكر تعالج الهايبرتنشن، فما هي الميكانيزمات المحتمله لمعالجه الهايبرتنشن؟ هذه الادويه اللي هي بروبرونالول، نادولول، اتينيلول، ميتوبرولول، اثنين منهم سلكتيف اثنين سلكتيف. وعلى فكره في الهايبرتنشن الدراسات تقول ان البيتا بلوكرز كل البيتا بلوكرز نفس الافكت نفس الفعاليه، ما بوش واحد احسن من الثاني. دراسات قليله جدا التي ذكرت انه في بعض الادويه افضل، لكن هذا يخضع لي لحسب عمر المريض ولشده الضغط الذي عنده واشياء اخرى. طيب الان السؤال الذي اسالكه كيف تعالج البيتا بلوكر الهايبرتنشن؟ تعالجه بواحد من الميكانيزمات الخمسه التاليه. واحد الذي ذكرت لك هو ديكريز هارت ريت، وديكريز هارت ريت ديكريز الكاردياك اوتبوت حيؤدي الى ديكريز ليش الهايبرتنشن. الحاجه لوجود ضغط الدم تقل نتيجه لتقليل حجم الناتج القلبي اللي هو كميه الدم الذي يضخ ليش القلب. هذا واحد، وهذه اشياء انت عرفتها من وجود المستقبل اين يوجد. اثنين، احنا اتفقنا انه ديكريز رينين صح، وديكريز الرينين حيعمل ديكريز للراس. ديكريز الراس هذا اللي هو رينين انجيوتنسين الدسترون سيستم حيعمل لي ديكريز للفوليوم، لانه حيعمل ادرار للبول. فلما يقل حجم السائل الموجود في الدم حيقل حجم الدم، ولما يقل حجم الدم يقل الكاردياك اوتبوت، ولما يقل الكاردياك اوتبوت يقل الهايبرتنشن. هذه الثانيه، هل هذه هي الميكانيزمات التي نخفف فيها ضغط الدم فقط؟ لا، خاصة في الأدوية التي كانت لها فازودايليتيشن إفكت. الآن تعالوا نعرف كيف تعمل فازودايليتيشن، صح ولا لا؟ أنا قلت لك لها خاصية فازودايليتيشن. هل البيتا فيها فازودايليتيشن يقلل الضغط؟ فازودايليتيشن على الأوعية الدموية الموصلة للقلب أو الخارجة من القلب. فكيف تعمل هذه الأدوية فازودايليتيرز؟ وعلى فكرة هي الأدوية التي كانت هنا في القسم بس، اللي هي لابيتيلول، كارفيديلول، نابيلول، بيتكسلول. هذه الأربعة الأدوية هي التي لها خاصية الفازودايليتيشن. فكيف تعمل فازودايليتيشن؟ يقول لك تعمل فازودايليتيشن بواحدة من الميكانيزمات التالية، ثلاثة تضيفهم جنب الاثنين هذم، وكذا الخمسة الميكانيزمات ممكن يخف ضغط الدم بواحدة من الخمسة الميكانيزمات أو بأكثر من هذه الميكانيزمات، بواحد باثنين بثلاثة. طيب إذا استخدمت الأدوية التي لها خاصية الفازودايليتيشن ممكن تعمل لك الفازودايليتيشن بواسطة انهبت لالفا 1. طبعا هو بيتا بلوكرز ما اختلفناش عليه، يغلق بيتا 1 ويغلق بيتا 2 في حاله النان سلكتيف، بالاضافه الى انه يغلق البيتا يروح كمان يغلق ايش؟
الالفا 1. وانت عارف اين توجد الفا 1؟ في الاوعيه الدمويه، وبالتالي تعمل فازو دايليتيشن. هذه الاليه الاولى. الاليه الثانيه، بعض الادويه بتعمل ريليز لمركب داخل الاندوثيليا الحقل الاوعيه الدمويه يسمى نيتروس اوكسايد او نيتريك اوكسايد. هذا النيتروس اوكسايد اذا تم افرازه في الاوعيه الدمويه له خاصيه الفازو دايليتيشن. من هو هذا منهم؟ في واحد مشهور منهم هنا، النابيلول. نابيلول اللي كان هنا سلكتف على بيتا 1 مع خاصية الفازو دايليتيشن. هذا ايش يعمل؟ اطلاق للنيتروس اوكسايد. ثلاثة من الفازو دايليتورز كان تعمل زيادة في تصنيع البروستاجلاندين. والبروستاجلاندين انواع منها اللي هي اي 2 واي 2. هذين الثنتين لها خاصية الفازو دايليتيشن. إذا الثلاثة الميكانيزمات هذه اللي هو حق الفازو دايليتيشن، والاثنين هي اللي نتيجة لإغلاق بيتا. إذا كيف تخفض البيتا بلوكرز ضغط الدم؟ تخفضها بواحدة من الميكانيزمات التالية أو الخمسة التالية. بواحدة، بثنتين، بثلاثة ميكانيزمات حسب الدواء وحسب مكان عمله. الذي هنا سلكتف مع خاصية الفازو دايليتيشن ممكن يعمل لك هذين الثنتين مع واحدة من هذين. طيب ما هي البروستاجلاندين داخل جسمك؟ البروستاجلاندين هو موضوع مهم جدا إن شاء الله بناخذه في الأوتوكويتس إن شاء الله في نهاية هذا الفصل. إيش عمل هذه البروستاجلاندين؟ هذه لها تطبيق مهم جدا، هو النانوستريد الأنتي إنفلاماتوري دريكس، مهدئات الألم، الفولتارين، الكيتوبروفين، الإيبوبروفين اللي احنا ناخذها كمهدئات ألم، هي تثبط تصنيع البروستاجلاندين. عشان كذا هي وسائط انفلاميشن، هي وسائط بين تنقل الالم للسباينال كورد. هذا بناخذه ان شاء الله في التفصيل. لكن من ضمن خصائصها لها وظائف عده داخل جسمك. اولا الفازو دايليتيشن، اثنين برونكو دايليتيشن، ثلاثه جدار حامي للمعده. عشان كذا لما اقول لك الادويه مهدئه الالم تسبب قرحه معده، كيف؟ بواسطه تثبيط البروستاجلاندين الذي هو مهم على جدار. البروستاجلاندين موجود في الرحم، والذي يعمل ريلاكسيشن ويعمل كونتر اكشن للرحم اثناء الولاده. فالبروستاجلاندين مهمه جدا. خذ الان فقط معلومه انه هذه الادويه ممكن تعمل لك زياده لاطلاق البروستاجلاندين اللي هي بتعمل فازو دايليتيشن، وبالتالي تسبب لك فازو دايليتيشن في الاوعيه الدمويه. واضح؟ هذه كيف تعالج البيتا بلوكرز الهايبرتنشن. طيب تعال الثانيه، انجينا بكتوريز ومايوكارديال انفراكشن. الثنتين احنا نجمعهم تحت مرض واحد يسمى اسكيميك هارت ديزيز. تفتح قوس الاسكيميك هارت ديزيز هي الانجينا او المرحله المتاخره من الانجينا اللي هي ام اي، وهي مايوكارديال انفراكشن، وهي احتشاء عضله القلب او فشل عضله القلب. كيف تعالج البيتا بلوكرز الاسكيميك هارت ديزيز؟ يعني احنا معانا مشكله في عضله القلب، صح؟ ما فيش اكسجين يوصل لها. طيب الان انت ايش بتعمل؟ تعمل تثبيط للقلب. لماذا تعمل تثبيط للقلب؟ شوفوا يا شباب، احنا اتفقنا انه شوف معي حاجه اسمها كوروناري ارتيري في القلب، تمام؟ الكوروناري ارتيري يا شباب، طيب الكوروناري ارتيري طبعا هذه الشرايين خاصه في القلب فقط لا غير، تزود عضله القلب بالاكسجين والجلوكوز وطاقه القلب طبعا عشان ينقبض، ولا مش حينقبض. احنا يجب ان احنا نوصل الجلوكوز، واضف الى جانب الجلوكوز الاوتو اللي هي الاكسجين. طيب احنا مشكلتنا انه كثير من الناس يصاب بالانغلاق الشريان لعده اسباب. طبعا ايش يحصل؟ انت عارف ان بعض الامراض، مثلا بعض الامراض عنده واصل فازوكونستريكشن، واصل حق الاوعيه الدمويه فازوكونستريكشن، اما مدخن وبالتالي النيكوتين يسبب له فازوكونستريكشن واصل، اما مخزن واصل فازوكونستريكشن، او الظروف الحياتيه تؤدي الى زياده افراز الكورتيزون والادرينالين، والادرينالين واصل فازوكونستريكشن. وبالتالي طبعا اتخيل فازو كونستريكتر واصل، الوريد حقه او الاوعيه الدمويه او الشرايين القلبيه تنسى كيف كانت تفتح وتقفل، تفقد المرونه حقه، يصبح متصلبه نتيجه للفازو كونستريكتر المتواصل، وبالتالي تجي الدهون تتراكم على هذا لانه ما يتحركش اصلا الوريد. هذه الاثيروسكلوروسيس. فتخيل لو كان مثلا شخص مدخن والترنكل اوبزيتي عنده مثلا مقياس الخصر يقول لك اذا وصل ل 40 في الرجال و35 في النساء، هذه الخطوه الثانيه، مدخن وزيد هذا عنده، والثالثه دهون ياكل، ما فيش فيزيكال انكتيفيتي نسميه، يعني خامل. هذا اذا اجتمع عندك ثلاث العوامل ادري ان انت في الطريق.
لا 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 أنت في الطريق للأنجينا أو ضغط الدم أو السكر، وزيد لو كان عنده سكر من رابعة معناته أنجينا مضمون. إيش الأنجينا؟ الذبحة الصدرية. حينغلق عندك هذا الوريد نتيجة لتراكم الدهون وكريات الدم الحمراء والبلاتلتس وغيرها، لما يتغلق الوريد تماما يصبح التزويد للأكسوجين لهذه المنطقة قليل جدا، فبالتالي تموت العضلة، تبدأ تموت هنا، يصير انفراكشن. طيب الآن إيش بيحصل في القلب؟ المنطقة هذه بترسل إشارات إنه وين الدم، ما بش معانا دم، ما بش أكسوجين، ما بش جلوكوز. السمبثاوي على طول يشتغل، على طول يشتغل. وين الدم؟ يروح يرسل لك لبيتا 1، فبالتالي يبدأ بالانقباض، يوصل أكسوجين لهنا. هو أصلا سبحان الله مش عارف إن الطريق مغلق، حتى لو زدت الانقباض مش حتنال إلا سوء، إنه الانفراكت سايز هذه حتزيد وتزيد وتزيد لما يحصل ام اي، يفشل القلب كامل. طبعا اذا ماتت عضله القلب ما عاد فيش فائده، ما عاد ترجعش. مشكلتنا في هذا المرض ما نقدرش نكتشفه، ما نقدرش نكتشفه خالص، لا بتخطيط قلب ولا بجهاز ايكو. طبعا الايكو يكتشف لك المراحل المتاخره منه، يطلع لك الايجكشن فراكشن قليل اللي هو معدل ضخ الدم. طيب احنا عندنا الشعب ما شاء الله يا اخي لا ولا رياضي ولا، بس يتحمل في شويه الم، قد في دلائل على انه في مشكله عندك في القلب، في آلام في الشولدر الأيسر، في الجو في الفك السفلي، بس الشعب يتحمل. إما ما بش معه وقت، حتى لو راح للمستشفى ما فيش فحص حيدل لك على الموضوع هذا إلا أنك تعمل قسطرة تشخيصية تشوف هل في شريان مغلق أو لا. بس إذا كان قد في آلام شديدة واضحة معناته خلاص يا أخي أنت مضطر تعمل قسطرة. طيب إيش الحل في هذا الموضوع؟ ما فيش حل إلا أن احنا نفتح الشريان، هذا الحل الوحيد الناجع، نفتحه ولا نعمل دعامة ولا نجيب وريد من الرجل ونروح نزرعه من الشريان الكبير هنا من الأورطة لا المنطقة الإيش المتضررة. إحنا الآن في البيتا بلوكرز، كيف تقلل من الأنجينا؟ أنا مش قلت لك زيادة انقباض القلب يؤدي إلى زيادة حاجة الأكسوجين في عضلة القلب؟ إحنا نثبت البيتا وان هذه، وبالتالي نحد من تأثيرات الجهاز السمبثاوي، وبالتالي مش حينقبض عندك القلب بكثرة. قللت شغل القلب فقللت حاجة عضلة القلب للأكسوجين، وبالتالي يقل الانفراكت سايز لما نروح نعمل للمريض حل نفتح الشريان. واضح؟ إذن هذا كيف نعالج البيتا بلوكر بواسطة الأنجينا. طبعا الأنجينا اللي هي الكلاسيك الأنجينا الذي سبب انغلاق الشريان، لأنه في حاجة اسمها برانزيمنتال أو فازوسباتيك اللي هي الأنجينا، هذه ما فيش انغلاق، هذه مشكلة في الألفا والبيتا، يكون عندهم الألفا في الشرايين أكثر من البيتا. مش البيتا تعمل فازو دايليتيشن والالفا ايش تعمل؟ فازو كونستريكشن، فبالتالي واصل عندهم يحصل كذا انغلاق في الشريان القلبي بدون سبب. ليش؟ لانه الالفا عندهم زائد. هذه الانجينا اللي سببها الالفا ما تستخدمش بيتا بلوكر ابدا، بل ممنوع عليها. اذا الكلاسيك الانجينا فقط. طيب الموضوع الثالث يا شباب من الاستخدامات الطبيه اللي هي الارثميا، والارثميا لا نظميه القلب، وهي انه تزداد عندك ضربات القلب الى 300 الى 400 دقه في الدقيقه. ايش السبب؟ تعال شوف هنا، انت عارف انه القلب ينقبض اكثر شيء بالبيتا، تولد نبضه كهربائيه وبالتالي الى الساينو اتريال نود. الساينو اتريال نود ترسل للفنتريكل اتريو فنتريكل نود الذي توزع النبضه على الفنتريكلز، وهذه الساينو اتريال تؤدي ليش احيانا بعض الأنسجة في القلب تولد نبضات كهربائية. طبعا هذا الأساس الذي يولد نبضة كهربائية اللي هو الساينو أتريال نود. طيب تروح تعمل لك هنا ساينو أتريال ثانية، وهنا ساينو أتريال ثالثة، وهنا ساينو أتريال رابعة، وهنا ساينو أتريال، هنا ساينو أتريال، هنا ساينو أتريال، هنا ساينو أتريال، هذه كلها يولد نبضات كهربائية، فبالتالي هذه 60 وهذه 60 وهذه 60 وهذه 60، يطلع القلب بعدين ينقبض بهذا الشكل. إذا كان خاصة مكان الساينو أتريال الكاذب في حاجة اسمها سوبر فنتريكل أريثميا اللي هو ما فوق الفنتريكلز، يكون أفضل استخدام الأدوية اللي هي البيتا بلوكرز. إيش بتعمل أنت؟ أنت بتقلل النبضات الإكتوبيك بيسيميكر نسميها، النبضات الشاذة، وبالتالي حيقل عندك من 100 إلى 150 دقة، تقللهن من 300 أو من 400 دقة في الدقيقة. لكن هذا وضع مؤقت، وهذه الحالة احنا نستخدم لها فقط اسمه لول
ها انا اقول لك اسمه عشان ادلع لك هو عشان تحفظه، ولا هو اسمه لول، تمام، ولا ساتولول. هذا افضل ادويه يستخدمون في الارثميه. طيب ايش تعمل؟ تعمل تقليل النبضات الكهربائيه، طبعا هذا حل مؤقت، ولا الحل الناجع في هذا الموضوع هو جهاز الرقفات، تلغي كل النبضات الشاذه ويبقى دائما الايش؟ الاصلي. طيب يا شباب، هل بيبقى جهاز الرقفان في جيبه واصل؟ ايوه، لانه انت تلغيها وترجع مره ثانيه، فايش تعمل؟ تزرع جهاز في الصدر بيزايتي القلق، او حاله نسميها هايبر ثايروديزم. اكتبها هذه، اكتبها هايبر ثايروديزم، وهو فرط نشاط الغده الدرقيه. اذا حصل فرط نشاط في الغده الدرقيه يزداد الهارت ريت ويزداد عندك التريمر. اذا ازداد تحتاج الى دواء يسيطر على هذين العرضين. ايضا يقول لك انه في دواء عندي اسمه البروبرانالول، اللي هو ابوهم هذا، هذا يمنع تحويل التي 4 الى التي 3 اللي هو الاكتف فورم في حاله فرط نشاط الغده الدرقيه، لكن نسبه هذه العمليه 20% فقط، فبالتالي ما ينفعش كدواء وحيد عشان يعالج لك الهايبرثايروديزم، فقط احنا نعطيه بشكل اساسي عشان يتحكم لي بليش؟ بالاعراض اللي هي اللخبطه في ضربات القلب والتريمرز، تمام؟ ايضا في بعض الناس مثلا بيقول لك انت تسيطر على القلق في حاله لما يكون عندك مقابله او اختبار مثلا في شركه مهمه، فعشان ما يسمعش الذي قابلك ضربات قلبك لا عنده، ولا يشوفك ترتعش لك تاخذ لك اندرال مثلا، اندرال او 10 ملي جرام عشان يعمل لك تقليل لضربات القلب، تقليل الرعش. او كيف تعالج البيتا بلوكرز الجلاكوما؟ الجلاكوما هي زياده ضغط العين اللي هو انترا اوكولر بريشر، مش قلت لك العين هي تجيب لك سائل؟ طيب انت غلقت بيتا بلوك، اذا حيقلل اكويس هيومر يا شباب. اخر استخدام طبي للبيتا بلوكرز ومشهور جدا هو حاجه نسميها، اكتبها كده، سبعه ايسوفاجيال فارييسيس، دوالي المري. دوالي المري، مش انا قلت لكم على البورتال فين الذي يحمل الدم للكبد؟ البورتال فين يحمل ثلث الكاردياك اوت، كم يحمل؟ يحمل ثلث الكاردياك اوت، يعني حجم الدم الذي يضخه القلب يحمله من البورتال فين؟ من يحمله؟ يحمله من الميزنتريك، من الاوعيه الدمويه التي تزود الاحشاء والامعاء. طيب يسحب الدم يوديه على الكبد، وبعدين للهيباتيك، عبر الهيباتيك فين يروح لوين؟ للقلب وجميع انحاء الجسم بعدين. طيب الان لما يحمل الثلث، لما يصير في عندك ليفر سيروسيز اللي هو فشل في الليفر، ايش يحصل؟ الدم ما يقدر يعبر من الخلايا الليفر، ليش؟ لانها تكون ايش؟ مغلقه بسبب السيروسيز، فبالتالي في كذا وريد صغير من البورتال فين يروح للاسوفيجس اللي هو للمري. طبعا تخيل لما يروح حجم الدم، كميه كبيره من الدم للاوعيه الدمويه الموجوده في الاسوفيجس، الاوعيه الدمويه حق الاسوفيجس اوعيه دمويه ضعيفه جدا، فتنفجر فيحصل نزيف شديد. الحل في هذا الموضوع ما فيش حل الا انه نعمل زراعه للكبد. يجيب لك واحد متبرع من الاهل، يجيب لك كذا فص من الكبد صغير، نروح نزرع لك هو، وبعدين هذا ينمو عندك، وهذا كينمو الذي اخذناه منه. لما تجيب هذه الادويه تقلل، مش قلت لك البيتا بلوكرز تقلل الكاردياك اوتبوت؟ حتقلل الناتج القلبي، وانا قلت لك ثلث من الناتج القلبي يحمله هذا، فبالتالي حيقل الدم المار بالبورتال فين، وبالتالي يقل عندك، لكن تحتاج لاستخدام جرعه عاليه من البروبرونالول، والدراج اوف شويس في هذه الحاله هو من؟ البروبرونالول، ولكن يجب انك تستخدمه بجرعه عاليه. طبعا الجرعه العاليه ايش حتعمل؟ حتخفف لك ضغط الدم وتخفف لك الهارت ريت، وبالتالي يظل المريض واصل عنده هايبوتنشن لدرجه انه مش قادر يوقف. لكن هل بيدنا حل اخر؟ ما فيش بيدنا حل اخر الا زراعه الكبد، وهذا احيانا يكون فيه صعب شويه او يعني متصعب. الان هذه الاستخدامات الطبيه، تعالوا شوفوا السايد افكت سريعا. السايد افكت هي بتجيبها بسهوله نتيجه لمعرفتك اين يوجد المستقبل. برادكارديا، ليش؟ لانه نغلق بيتا 1. برونكو كونستريكشن، ليش؟ لانه نغلق بيتا 2. سيديشن، لماذا؟ لانه بعض الادويه لها القدره على اختراق البلد برين بارير، انا مش قلت لك هي هايلي ليبسوليوبل، فبالتالي سبب سيديشن. هايبوغاليسيميا، لماذا؟
الكبد لأنه يكسر الجليكوجين لجلوكوز، إحنا أغلقنا بيتا 2 وبالتالي مش هتكسر الجليكوجين. لماذا تحدث برودة في الأطراف؟ عشان الضغط، الضغط دم، ما فيش دم يوصل الأطراف ولا في جلوكوز أيضا، فبالتالي يشعر المريض بالإيش؟ بالبرودة في الأطراف في الأيدي والأقدام. لماذا هايبرليبيديميا؟ ترفع الفري ال دي ال اللي هو الكوليسترول، فري ال دي ال. لماذا؟ المراجع بتقول لك مش عارفين السبب بالضبط، تمام، لماذا يحدث هايبرليبيديميا، لكن وجدنا انه البيتا بلوكر ترفع الدهون. الفتيج، التعب، ليش تعب؟ ما فيش جلوكوز، ما فيش دم يوصل للعضلات، وبالتالي يشعر المريض بليش؟ بالتعب. ايضا ما فيش دم يوصل ليش؟ للدماغ، وبالتالي حيصير معك ايش؟ الشعور بليش؟ بالتعب. الان ما هي المحاذير الطبيه لاستخدام بيتا بلوكرز؟ متى ما نستخدمهاش؟ يجب انك ما تستخدمهاش في البرونكيال ازمه، خاصة الشخص اللي عنده البرونكاي شديد جدا او الحساسية في البرونكاي شديدة جدا، ممنوع. حتى الذي هي سيلكتيف يقول لك تستخدمه بحذر في بعض الحالات، صح، او انك تعمل مقياس بين الريسكس والفوائد والبنفيتس. احيانا تضطر تستخدمها مثلا الانجينا، بتموت عضلات القلب، مشكلة، فبالتالي انت ممكن تستخدمها ولكن ايش؟ بحذر. لكن كثير من الدراسات الان تقول لك ممنوع تستخدم بيتا بلوكر في الازمة خالص. اثنين، ممنوع تستخدمها في اي انواع البراديكارديا، سيفير براديكارديا ممنوع تجيب بيتا بلوكر لانه انت عارف حيصير ايش؟ تخفيض. ايضا الديابيتس ميلايتس مش النوع الثاني، النوع الثاني عادي، النوع الاول المعتمد على الانسولين. لماذا؟ عشان الهايبوغليسيميا. الاعراض الرئيسية لمعرفة المريض الذي حصل له كوما، هل هو بسبب زيادة الانسولين يعني هايبوغليسيميا او لا؟ ايش حتكون العرض؟ اللي هو التكيكارديا وعنده رعشة، هذه على طول نتعرف انه عنده كوما بسبب ايش؟ بسبب السكر. طيب ايش حتعمل البيتا بلوكرز؟ تقفل القلب، فما فيش تكيكارديا ولا في تريمر، فبالتالي كيف حتعرف عليه انه ايش؟ هايبوغليسيميا. ايضا لماذا؟ لانه من ينقذ المريض اذا حصل هايبوغليسيميا؟ مش بيتا 2 الذي في الليفر تكسر لك الجليكوجين، مغلق، احنا غلقناها بالادويه، فبالتالي حيتاخر صحيان المريض من الهايبوغليسيميا افكت. واضح؟ اخر حاجه، اذا اردت ان توقف البيتا بلوكرز بعد استخدام طويل يجب انك ما توقفهاش فجاه، تعملها تدريجيا، لانه حيعمل عندك السمبثاوي يشتغل بطاقه كبيره. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.